أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. حسب هو متداول، سجلت البعثة الجزائرية في السعودية اليوم أول وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين، ويتعلق الأمر بالحاج حبيب قدور قطاوي ينحدر من عين مران ولاية شلف. نسأل الله الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه جميع الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.